بسم الله، سؤال جديد من أسئلة البيم. Describe Industry Foundation Classes. إيه أفضل وصف للـ Industry Foundation Classes؟ إيه أنا واحد من دول؟ Natural Non-Proprietary Data Scheme to Define, Describe, Exchange and Share Building and Construction Information. دي حاجة غير مملوكة لحد، بتوصف وبتعرف وتتبادل وتشارك معلومات البناء. A property data scheme owned by building smart that governs the sharing of building model. دي حاجة تابعة ومملوكة للبيلدينج سمارت. هي البيلدينج سمارت هي فعلا اللي عاملة الاي اف سي، بس هي مش مالكة ليه. تمام. طيب، a course هو عبارة عن كورس run by the government، الحكومة بتقدمه، that aim to guide construction professionals and introduction to BIM. بتقدم معلومات عن البيم للمتخصصين في صناعة البناء. طيب، هو مش عبارة عن كورس، تمام، انا ما خدتش كورس بالاسم ده خالص، ومش تبع الحكومة، هو مش تبع مش مملوك للبيلدنج سمارت. البيلدنج سمارت دي منظمة مكونة من الشركات اللي شغالة في مجال البيم، على اساس يبقى في لغة مشتركة بينهم. بدل ما انت شغال على برنامج يبقى لازم تشتغل على البرنامج دوت، ما ينفعش تشتغل على برنامج اخر، فبيبقى في نوع من تبادل البرامج. الاي اف سي بيديني موديل اقدر اشغل على برنامج تاني، يعني ريفت بيديني ار في تي، فتخش على تكله ما يفهمش الار في تي ده ايه. تمام، كان واحد هولندي بيتكلم هولندي ومع قاعد مع واحد الماني بيتكلم الماني، وجه واحد عربي لا يعرف ده ولا ده وعمال يترجم بينهم. فيعني لازم يكون في لغة مشتركة، فلازم يكون اللي هيجي يكون عارف لغة مشتركة، او واحد فيهم يبقى عارف لغة مشتركة بينهم. فالاي اف سي لغة مشتركة، من تكلا تقدر تصدر الاي اف سي وتقراه في اركيكاد مثلا او ريفيت وهكذا. تمام، فالاجابة هي الاجابة الاولى، هي يعني غير مملوكة لحد، وميزتها ان هي بتتبادل المعلومات بين البرامج، بتقدر تشارك المعلومات بتاعة المبنى.